راكم قوى جمهور سيدي اليوم رانكارتي لهذا شخص في كل مقابله يعمل دي بيتيز سور تيرا مع الجمهور ولا مع جوهريت ولا مع نامبورت كي دونك هذا اسمه يحاسبوه برجيك كي جات كل شيء مصور عندنا تصور الفيديو كل شيء مصور شوفوا له حل هذا الجوهر قاعد يمسك في الكره تاعو التونسيه عيب عليه وعيب اللي يعمل فيه ما نجم ننساه تاريخ كبير كما نجم ننساه يلعب في الجوهر الحمد لله احنا في الاخر ربحنا 15-9 الحمد لله يا ربي مازال ماتش لابين هكذا نحور روحه والله ديسفيرسي ما سرقناش الانتصار نتاعنا ديسفيرسي قدرنا مباراة طيبة العباد الكوليك كانوا في مستوى المسؤولية من لاعبين من إطار فني من مسؤولين العباد الكل يتفرج الحمد لله كنا في مستوى معناتها مستوى نادي ديسفيرسي لولا بعض الخزعبلات في الكرة الطائرة اللي صارت اللي ما تبشرفش الكرة الطائرة والله غالب معناتها المباراة 14-9 النتيجة 14-9 13-9 وعطى الكارت الثاني للفريق المنافس نورمالمون نقطة بطاقة حمراء للفريق الضيف ويولي 14-9 مانيش بالساحلي ورغم الامن مشكور فرق القاعة الكوليكا من الواحد ونادي صفاقسي مع مانيش بالساحلي ما حبش يرجع انتصار السيسيس بعد معاناة كبيرة والله بقدرة ربي انتصار مازال الفيدراسيون تو باش تاخذ قرار نهائي خرجوا ما حبوش يرجعوا والاربيتر حط في الريبور نتاعو السكور نتاع 14-9 14-9 عندنا كرة مقابلة معناتها مازال بوتو هما ممكن شموا الخسارة ما حبوش يرجعوا تسبلوا بالجي دوبجي اللي نتاع الجمهور اللي مشكوك فيه ما نصور الجمهور ما يعطي الجمهور يفهم الفولي ما يغلطش الغلطة هذه نتاع يطيش صح اليوم الاربيتر عاونهم بخمسة ورق حمر اللي يساويوا خمسة بوتو في الماتش ككل سانكيم سيت برك زوز بوتو خذاو عند اربيتر كادو مالوريزمون لي زاربيتر نتاعنا يحبوا معناتها ما يفرحوش نورمال اي اماتور نتاع فوليبول يفرح كي يشوف الصاله اليوم مليانه والجو هذا نتاع الفوليبول اللي يعمل قدر ويعمل شعبيه للكره الطايره مالوريزمون يحبوا فيزي يحبوا يعاقبونا الجمهور نتاعنا نقول لهم ما يسالش ما كنتش باش توصل للمقصود نتاعكم قدرت ربي يجيب الانتصار مخصوصا ترشحوا النهائي ان شاء الله.